مو هيش تقولون بيت رندات تدسوها على انستغرام؟ يعني شنو هي قابل صعب؟ اليوم ما يسويت لكم انبوكس بس بحقيبة براون يكون بهالجمال. اول شيء راح توصلكم بهالشكل ويجي ياها الباركود مالتها حتى تتاكدون انه هي اصليه 100%. تعالوا شوفوا للجمال توصلكم بهالتعليق. يعني شحال اتم لتودين هيك هديه تكون بهالشكل؟ شايفه لما يكون عند ميلاد اختك او صديقتك حابه تودين شو هديه تكون يعني ترفع الراس. فاني جبت لكم اياها توصل بهالتعليق. طبعا هنا الضمان مالتها وياها موجود. ما احكي لكم عن الملمس والجمال مالتها ايش قد حلو والجنه رهيبه رهيبه الحقيبه. ايش قد تتوقعون سعرها بنات؟ سعرها 15750 فقط. كلش حلوه بهالشكل. شوفوا بها اكثر من خانه، بعد خانه مالتها كلش حلوه وانيقه بداعه من الاخير. توفرت عندنا طبعا عده ديزاينات تكون بهالشكل وكلها توصل ويا التعليب مالتها بهالجمال. هاي فظيعه فظيعه بنات. ايش قد حبيتها؟ حبيت الملبس مالتها والكواليتي مالتها يتجنن. كلش كلش حلو تجنن. تعال خليني افتح لكم اياها. شوفوا الداخل مالتها يجي بهالشكل وهاي سعرها 17.5 فقط. يجي يا هذا الثياب الحلو وتجيكم بهالتعليب هم. يعني تفيدكم كافئي نفسك وفيش حقيبه حلوه وبسعر كلش مناسب. اخذت قلبي والله اخذت قلبي. ايش قد ما حلوه ولطيفه تجنن. هاي هم توصلكم نفس الطريقه تكون بهالجمال بها هذا اللون الاسود هم وسعرها يكون 14.5 فقط. اذا تحبون تختارون اي موديل يعجبكم يناسبكم. هذا يفيد للمناسبات ممكن تشيليها بهالشكل تطلع كيوت وحلوه. وهنا عندنا هاي المجموعه. عندنا بعد احذيه جديده وصلت لنا كلش حلوه. هسه اشوف لكم اياها وانتم هنا لا تروحون بعيد. تعالوا شوفوا لي الجمال. الحذاء من الاحذيه الكلش كلش مريحه واللي توفرت فيها عده الوان. بها هذا اللون الوردي ب 15750 فقط واللون البيجي اللي انا لابسته. ما تتخيلون ابدا امشي على قطن مو حذاء. والله كلش كلش زين. انا طبعا ماخذة من عنده فكلش بداعة احبه كلش هواية. ونفس الوقت وفر عندنا هذا الديزاين الثاني هم قطن مو حذاء. ايش قد ما مريح وحلو بسعر 15.5 فقط وتوفر بيها اللونين. حبيت استغل الفيديو هذا اشوفكم اكثر من شيء.